أغلب المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني تثمن ما جاء به بيان السياسة العامة للحكومة، تثمين يأتي لما حمله المخطط من إيجابيات في مختلف القطاعات، مع مطالبة السلطة التنفيذية بالمزيد من الجهود لتحقيق تطلعات المواطنين. إن قناعتنا في جبهة المستقبل تظل راسخة، ويجب أن نسعى جاهدين إلى جانب مؤسسات الجمهورية للم شمل الجزائريات والجزائريين نحو هدف واحد، وهو بناء الجزائر وبعث آفاق واعدة في ظل التوجهات الجديدة. أمامنا إلا خياران، إما أن ننجح وإما أن ننجح، لأن أملنا في الله كبير وثقتنا تامة في توفر الإرادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في جزائر الحبيبة. مهما كان حجم التحديات، فإنكم جميعا تملكون من الإرادة والنية ما يكفي لتجاوزها. نثمن فكرة إنشاء المجمعات الصناعية الميكانيكية التي جاء بها بيان السياسة العامة، والتي يمكنها حل مشكلة ندرة السيارات وتجديد الحظيرة. الوزير الأول أكد التزام الحكومة بتدارك النقائص المسجلة واستكمال كل الالتزامات التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون: سوف نعمل طبعا على تدارك النقائص واستكمال كل الالتزامات التي جاء بها برنامج السيد رئيس الجمهورية، والتي تعمل الحكومة كرجل واحد على تنفيذها على أرض الواقع. سيعمل الإخوة الولاة مع الإخوة النواب والمنتخبين المحليين كرجل واحد من أجل حلحلة كل المشاكل الموجودة على المستوى المحلي، ونعمل نحن على المستوى المركزي من أجل طبعا إضفاء هذه الصبغة الوطنية على هذه التنمية المحلية، وطبعا توفير كل الشروط الميزانية والمالية والشروط العملياتية من أجل إنجاز هذه الوثبة التنموية. لقاءات دورية للنواب ستجرى مع أعضاء الحكومة والولاة، تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية بإرساء أسس المقاربة التشاركية.